السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الشرقية للمواشي على اليوتيوب، حياكم الله جميعا اخواني. اليوم 7 شباط 2024، احنا متواجدين في سوق البقرة جنوب الحسكة. اللهم صل على محمد. اليوم الاربعاء. بالنسبة لحركة السوق يا شباب، الحركة ضعيفة والطلب للخروف الوردي والعجل عشار عجا من خروف الزينة الجدي الدقلي، ولكن الحركة ضعيفة، يعني الحركة ضعيفة، بيع وشراء ضعيف. لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب الشرقية للمواشي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. خليكم معنا ونشوف الحركة مع بعض سوية بالصوت والصورة، حياكم الله جميعا. هذا الناس خلاص يا شباب، طبعا طلب عليه 1,700,000 وما صار نمشي، ما شاء الله تبارك الله. يطلب عليه 1,700,000، هذا خلاص صغار 1,700,000 وضعاف يعني، اما ما صار نمشي خالص، ما شاء الله تبارك الله. ايش قد صار؟ 24 مليونين و400 ولا مليون و400؟ لا لا مليونين و400، ما شاء الله تبارك الله. هاي قراقير صغار يا شباب، الدفع 2,400,000 والطلب 2,600,000، ما شاء الله تبارك. قراقير زينة وسطة ما شاء الله. هاي صارت 32.5 شباب، 3,250,000 لحم ملحم؟ لحم عنز لحم، لسه برمضان هاي تقل أكثر إن شاء الله. إي والله 3,250,000 عنز لحم إن شاء الله. إي عاد ظلينا طيبين ان شاء الله. الدنيا غضاب. ها 3,250,000 لحم. الصلاه على محمد. فتيه عنز فتيه عندك صور صاحبها. يا الصلاه على محمد. صاحبها معها، صاحبها معها هذه. وهذا رب جدلال الخال ابو مراد. كمل ونشوف الحركه اكثر عند ابو مراد. اللهم صل على النبي. شوف وين شنو عنده، شنو سوم عنده، شنو بيع عنده. شوف الفطايم الورادي، سألونا عن الفطايم الورادي المشاهدين والمتابعين. بيش ابو مراد هاي؟ عنده فطيمتين ورديات طيبات ما شاء الله. الوال هاي وحده وهاي وحده. شلونك ابو مراد؟ هلا حياك الله. شلون السوق ابو مراد؟ والله السوق لسه عندنا سبخ في الحركه ضعيفه، حالها زاد ضعيفه. ايه ضعيفه بس والله. هاي يعني 24 هاي يطلب عليها 2,400,000 وهاي 24 مليونين و400 على بعض، يعني يطلب الوحده طبعا 2,400,000 سوري وما ندفع به شيء لسه. طيب مراد الغنم، الغنم ابوها السلام، هاي شنو وراها؟ هاي عشار. هاي عشار. هاي عشار. نعم. شنو سعرها؟ شنو طلب عليها؟ والله طالبين عليها 5.5. 5.5 ما صارت بشيء لسه، ما صارت. الوليد هاي؟ هاي وراها فطيمه. فطيمه خروف. خروف وراها خروف. ايه بيش ابو مراد؟ والله 55. 5,500,000 طبعا الطلب عليهم، اما ما صارت بشيء لسه. اما هاي قيمه تبيعها يعني؟ يعني ايه يعني شغل تقريبا بشكل تقريبي. هاي هاي وراها خروف. هاي وراها خروف. هاي صارت بخمسه. صارت 5,000,000. ايه سنها ابو مراد شنو؟ لسه ما كان ثالثه فتيه. صارت 5,000,000. الخروف هذا؟ الخروف صار ب 21. 2,100,000. 2,100,000 صار. هاي ام فطيمه خروف؟ هاي ورا فطيمه. فطيمه هاي مول مثنى. مثنى هاي وين الخروف؟ هاي ليش هاي ام مراد؟ اه والله اريدها هي فطيمتها ب 4.5. 4.5 وما صار دفع لسه. لسه ما صار. طيب هاي ايش وضعها؟ هاي لحم؟ هاي هاي قرقوره. قرقوره لحم. قرقوره ولا ثنيه؟ قرقوره يقولون ثنيه، وطالعه ثنيه. طالعه ثنيه. بيش هاي ام مراد؟ والله هاي اريدها باربعه. 4,000,000 ما شاء الله. خلينا نشوف هذا النيش ابو مراد. لحم شنو وضعنا النيش؟ النيش صار 3,300,000. 3,300,000 لحم شنو؟ لحم. لحم 3,300,000 والسن وسط. السن وسط. نعم. واحدة ثنية واحدة وسط. تمام 3,300,000 على راسي يا ابو مراد. الله يجزاك الخير. بيش هذا ابو سوت يا ابو ابراهيم؟ 25. 2,500,000 ما شاء الله. الواحد طبعا يا شباب دفع بيه 1,500,000. شو قد بيعنا ابراهيم؟ والله دول 7. بيع على 2,700,000 خرفان طيبات ما شاء الله. 2,500,000 الدفع. اللهم صل على محمد. وذلنا دواب عويك شباب، يسالونا على العويك. شو وضعنا ابراهيم؟ اذنا شنو تبيع نحيل مو؟ طبعا
يعني عويك مشلعات ولا ما هن مشلعات؟ لا لا ما شعرات كبار بس ما هن مشلعات. ليش ابو ابراهيم؟ والله ثلاث جوا ثلاثة. لا ثلاث وجوا، لا ثلاث ملايين وجوا. يعني على 1,850,000 شذانة؟ ها؟ على 850؟ والله هيك يا اخي انت معلم يا اخي. هذا بيع يعني شباب، باع نحيل يعني، باع الربط يعني. 1,850,000، 1,900,000، لا يعني ما يجي من ثلاثة. لا ما شاء الله تبارك الله، هاي اسعار القنم العويك اللي يسألونه. طبعا ما وراهن كل شيء يا شباب، وين باع الحيل يعني، لا بيهن شيء ولا تماما. وهذا رجل الدلال عمي سالم ابو عبد، شوف الحركه عند ابو عبد ما شاء الله تبارك الله. طبعا السوق اكثر وخاروف يا شباب، اكثر وخاروف. ابو عبد شلونك؟ انا بغزل. شلون الحركه ابو عبد؟ والله ضعيف، ضعيف الحركه، ضعيفه جدا. نعم الخرفان هذا ايش قد ابو عبد؟ هذا اللي يسوونه ب 25 مليونين ونص الواحد. ايه اثنين مليونين ونص الواحد، ضعيف جدا ما شاء الله تبارك الله. السوم ضعيف هذا ابو ابو عبد. هاي العجه ورا خروف صارت باربعة، هاي صارت باربعة ورا خروف كبيره مو. وهذا خروف هذا ما صار بشي، ما صار بشي. شنو عندك هنا الفطايم؟ هاي الفطايم مع امها. عفوا مع امها. ايش بيش الدوام مع امها؟ والله طلبنا عليهم خمسة. ايه. خمسة خمسة وراء فطايم، وراء فطايم ما صار مشي ما شاء الله. هاي وراء خروف صارت رباعية 5,500,000 دفع ما شاء الله. طيب شنو عندك النوب؟ القراقير؟ القراقير والله طلبنا عليهم 35. الطلب 3,500,000 وما صار دفع لسه. لسه ما صار. ما صار دفع 3,000,000. ليش ولا أكثر لو مو سوق كاسة. تماما سوق كاسة. ما شاء الله. ليش يا زلمة هاي؟ هاي الطلب عليها 7,000,000 وراها فطيمة ولا خروف؟ فطيمة. فطيمة. شنو سنة يا زلمة؟ شوف لي سنة. فر لي سنة ما شاء الله عليها، عجلة طيبة. مال مجنوي. ايه 4 بطون. سوى زينب على راسي عمي فصيح. الصلاة على محمد. نعجة حلوة. ايه هاي فطيمة يا شباب. كمان عليها 7,000,000. ما صارت بشي. ما شاء الله. عجة حليب زين. اللهم صل على محمد. تبارك الله. طبعا طلب لسه ما صارت بشي. هذا رب جدلال العم ابو فواز. شلونك عمي فواز؟ الحمد لله خير يا هلا. شلون السوق ابو فواز؟ والله سوق يعني ماشي حال. مو حيل. مو حيل. شو وضع الدواب اذن؟ الدواب هذا صار 5.5 واحنا ربحنا 5.5. 5,000,000 5,000,000. نعم. شنو ورانا فواز؟ خروف وفطيمه. خروف وفطيمه. 5,000,000 الوحده الدفع ويريدون 5.5. نعم. هاي يا فواز. هذا صار 5,100 خروف وفطيمه على بعض. ايوه 5,100. وحده وراها خروف وحده فطيمه. 5,100,000 الدفع. طيب. صارت 17 هاي. مليون و700؟ مليون و700. شنو سنة ابو فواز؟ سخلة ولا ثانية؟ سخلة سخلة لسه. سخلة 1,700,000 ما شاء الله. طيب. وهاي صارت ثلاث. 3,000,000. هاي صارت 3,000,000 جواها سخلة. جواها سخلة صارت 3,000,000 العنز هاي ثنية. ايه. تماما. وهاي صارت 3,000,000 الجبة. هاي الجبة 3,000,000 ما شاء الله. صار 4.5 و6. 4,500,000 والطلب 6,000,000. ايوه على راسي يا فواز. ليش ابو احمد؟ هاي 30 3,000,000 3,000,000 الطلب. ما صارت بشيء. ثلاث ثلاث. ما صارت بشيء. اللهم صل على. ها؟ ما يعني فلان شو؟ وين؟ 3,000,000 3,000,000 الطلب. اما ما صارت بشيء. ما شاء الله عليه والله زينات ما شاء الله. ثلاث ثلاث ما صارت بشيء. تبارك الله. قراقير زين. مريع وجعش. مريع مريع وجعش يسرح. اي والله. اي والله. 27 ايش صار؟ 26 صار 1,600,000 الواحد. ومليونين و700 يراجع صاحبهن. خرفان زينه ما شاء الله عليه. 2,600,000 الدفع يا شباب. 2,600,000 سوري الدفع بالراس الواحد. 2,700,000 البيع تقريبا. مهن للبيع يا ابو خسر. مهن للبيع. ها مهن للبيع معه. 3,000,000. اي ما اعرف. تمام الدولار موجود اسفل الشاشه. ترجم على الدولار بين معاه قيمه الحلال على الدولار. 27 قول 27 طيدك طيدك. ولا تخاف عليك كلام الاثنين يا اخي. شعلي ما ليش ما ليش اثنين ثلاثه. يلا 27 ايوه 27 مليونين و700 27
للاربعاء؟ اثنين 27، للاربعاء 30. زين والله كله عروض تمام. لا لا زيد الوحدة. ولا السبت؟ ها؟ 31. ما شاء الله تبارك الله. هذا رمج الدلال سالم ابو حسين، نشوف شو عنده ابو حسين من حركه، من حلال، من سوم، من حركه بيضاء. شوي خال انا بيك اشوفك منت على السربيس. والله بدو كم يوم تاي خلص من التصوير. يلا حين الله تماما. شفتك البارح في امشي فوت البارح تماما. ابو حسين شنو هالغنم هاي؟ بيش هاي؟ هاي صارت 625. كلها خرفان؟ أربع خرفان وفطيم. ست ملايين ومية وخمسة وعشرين الدفع. خرفانة بكده. خرفانة بكده. نعم. ست ملايين ومية وخمسة وعشرين. هاي طليانة شايفين ما شاء الله. تعجزين. إيه نعم. تفرج. خرفان طيب الله. تفرج وتفرج. فطيمة واحدة؟ فطيمتين. ستة ومية وخمسة وعشرين. ما شاء الله. وين تشبش أبو حسين؟ أتشبش يا تشبش. أتشبش يا تشبش. صار خمسة. خمس ملايين ما شاء الله تبارك. شبش كبير صار خمس ملايين. وهاي ابو حسين هاي اي هاي انا عجه هاي هاي الجبل جبل. الجبل هاي بيش هاي صار 22 خروف. هاي الجبل هاي لحم بيش العجه والله صار ثلاث ملايين عجه الجبل لحم. وهاي الخروف صار مش قد الخروف. الخروف 22 ما تشوفه.